الحادثة صارت بمستشفى ابن الخطيب بالزعفرانية قرب جسر الديار القديم. الحادثة صارت، احنا بالنسبة انا احكي لك عن نفسي وعن مريضنا المرافق اللي وياه، بنتها ومرت اخوها ورجلها ما موجود، راح بشغله، وانا اكون ابن عمه من سكنة الناصرية. الحادثة حسب ما فهمتها من ابو فاطمة اللي هو المعني بالقضيه، يقول جاءنا الكادر وقال تفتيش نزلوني، بس انا فبقت سجى ويا امها، وبقت مرت اخوها هم وياها، هي مرافقه لان هي تعبانه وضعيتها تعبانه كلش. فلحظات ما نحس الا الانفجار صار والصياح صار، شفنا الحريق طلعت النيران من الشبابيك، فما حسينا. رحت انا بعد صعدت ما قدرت اوصلهم، رجعت اباوعلهم من الشباك اللي هم قرب الردها الراقدين بها بقسم الانعاش او بجناح الانعاش، فما قدرنا بعد ما شفنا احد طلع الا صوت الاسعافات والناس اللي الخيرين الفزعت وطلعت الجثث، وجثثنا احنا حصلنا عليها جثتين، حصلناها من مستشفى الكندي، وجثه لقيناها من مستشفى الزعفرانيه واخذناها ودفناها، والحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. وما نعرف إحنا سبب الحريق هو شنو، إهمال، هو من المراجعين، هو من المرافقين، هو عمل إرهابي انفسر، ما نعرف. فإحنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما نعرف عدد الضحايا، ضحايا هواية، ضحايا حسب ما شفناهم بالثلاجة مستشفى الكندي هواية، وقسم مجهولي الهوية، وإحنا لقيناهم متفحمين. إحنا بالنسبة لجثثنا ما عرفنا الا من خلال يعني ملامح بسيطه، قسم يعني وحده من بناتنا احنا عرفناها بس من سنونها متراكبه، يعني جسمها رايح متفحم، ماكو شيء ضار بها. وامها هم نفس الحاله، يعني ما تعرف الجثه نهائيا، ملامح كلش بسيطه، ومن خلال الام عرفنها خواتها بالضبط، والله احنا ما عرفنا. انا صير ابن عم رجلها ما عرفت، متفحمه بحيث رجلها يعني رايح اللحم وباقي بس العظم متفحم، يعني مأساة، مأساة، فاجعة أليمة. وإنا لله وإنا إليه راجعون، والله يرحم المتوفين، والله يصبر عوائل الضحايا. أنا عندي رضيعتي صار بيها مرض كرونة، حولها رجلها مستشفى ابن الخطيب، فبقت طولت الحالة على الأكسجين وعلى هذا الشيء شهرين صارينها نايمة. فأول ما وقعت أول 10 أيام كانت المرافقة وياها زوجتي المرافقة ويا المريضة، هي ورجلها، هي الواقعة المريضة رضيعتي. أول 10 أيام جبتها وديت بتها ترافق المريضة، فبقت بتها ورجلها يم المريضة، يعني أمهم المريضة. فقبل 5 أيام
زوجتي قالت يابا خطيه خلنا نروح خاف تموت خلنا نساعد لين هاي بث هذا الاكسجين صاعد هابط قالوا راح تتوفى. يعني سوينا يعني مثل ما تقول رحنا هو نسيبنا وهي رضيعتي المريضه والوياها بس بنت اختي ونسيبي. فخمسة ايام خابرت عليها. سادس يوم السبت بالليل الساعة 8:30 خابرت عليها قلت لها يا بجهال واحد وانا عند اربع جهال وبيت واحد. قلت لها جهال مخليهم يمني سابتي تجيني باكر الصبح. قالت ان شاء الله باكر الصبح اجيك. فما ادري قلبه لعب. قلت خلنا اتصل بها انا كل نص ساعة اخابر عليها. فبالتسعة تقريب 9:10 9:30 هيجي دقيت عليها جهازها جار التحويل مغلق. دق علي نسيبي هذا قال الحق احترقت المستشفى انفجرت المستشفى والنسوان كلها راحت زوجتي ورضيعتي وبنت اختي. فرحنا نركض يابا وين قالوا الاسعافات جاي تنقل المستشفى الزعفرانيه وقسم بيها توزع المستشفى الكندي. اول ما جينا دورنا الجثث نص الجثث ما تبين يعني عباره عن جمجمه ومخ ومصارين يعني شيء ما يتوقع وشيء ما ينشاف وشيء يعني لحد الان انا عقلي ما يشتغل الشيء على شفته. ضليت ادور عليه هو يدور ونسابته وياي يدورون ندور اريد اباوع على رضيعتي على مرتي على بنت اختي بس خلنا نعرفهم. دورنا مستشفى الزعفراني الثلاجه انترست خلوهم قاموا الاسعافات تصفط. فدورنا ماكو شكينا بوحده وجهها مشوه بس عود من ايديها شويه لها ملامح. اخر شيء رحنا وين؟ عفناها قلنا لهم هاي عفوها هاي مشكوك بيها جوز رضيعتي بغت زوجتي وبغت بنت اختي. رحنا المستشفى الكندي. المستشفى الكندي اول ما طبيت عرف زوجتي شويه انا اعرفها سنعتها شويه طالع لي برا وديها اعرفها صدرها بس كان يعني الجمجمه مالتها واقعه بس خشمها عرفتها وعرفتها من حلكها بس باغي خلت عليه اربع جهال وراحت. يعني هسه الجهال وين حوبته؟ برقبتنا هسه انا بيت واحد جهال الثلاثه خليتهم يم خوالهم يم نسافتي كفيك العباس هسه هم يدارونهم نسافتي طبعا مخذوهم بعد وظل بس هذا وياي ظل بس هذا ورافقتي ظل بس هذا وياي امه دفنتها اوت البارحه اليوم ثالث امه دفنتها ثلاثه اثنين بنات واثنين ولد هم اربعه ثلاثه يمه خوالهم وهذا متعلم علي هسان البيت كرحته. احنا نقول لا حول ولا قوه الا بالله. احنا نقول يعني هسه ذا هيش خطوره بالاكسجين ويدرون به اكو ناس مثل دكاتره ومسؤولين يفتهمون اكو هيش خطوره مخلون مراقبه المراقبه يخلون هاي وحده ويخلون اطفاءات فد سيارتين حتى من يصير هيك حالات يتلاحقون يتلافون تعال بابا يتلاحقون يتلافون هيك شغلات. يعني الناس احترقت وعطبت وصارت فحم ورا ساعتين يلا جت الاسعاف هذا الاطفاء. احنا نقول التقصير منين؟ من مدير المستشفى. مدير المستشفى احنا مدير المستشفى هو المسؤول على هذا الشيء. احنا نحمل مسؤوليه زوجتي واختي وبنت اختي. انا عندي اربع جهال صاروا يتامي لهم بس الله بغيت بس انا وهذا الطفل وانا بيت بحي النصر بحي النصر وسالوا المنطقه عليه بس قل لهم محمد التميمي شنو المصيبه مالته؟ عفت فاتحه اختي وكملت فاتحتي البارحه فاتحة زوجتي هسه هذول هذا اكبر واحد عندي واثنين اصغر مني كفيك العباس خليتهم البارح عنده خوالهم عمي قلت لهم اخذوهم الكم قلت لهم اخذوهم الكم وانتم ربوهم خلونا انا نعيش بالبيت الله وكيلك بعضه بختي الغلط هيك غلطه يعني تحاسب من وين تطوشك مره معطبه دفنت البارحه مره معطبه مره معطبه واحمد الله وشكرا لقيتها وعرفتها قلت بس كون اخر شيء ايست من شفت الناس معطبه قلت بس كون القاها واسوي لها قبر حتى اخذ جهالها يزورونها حتى اخذ جهالها
يزورونها الحمد لله والشكر. من لقيتها دفنتها سويت لها قبر حتى وليداتها اوديهم لها، وعدتها وعد وعد اوديها وما قصر ان شاء الله يا جهالها. بس هو البيت وقع اركان بحظه وبخبخته سوى هيك شغله، كان مواطن وكان مسؤول وكان اي واحد بقصر بهاي المستشفى. اي والله ان شاء الله حوبه هذول ما يرحمون. بدينا احنا ولد المنطقة هنا هذن بيوتنا لا شوفهن، ما سمعنا بصوت صياح، جينا نركض عبالنا واحد ميت جوا. طبينا منا لقينا مشتعلة نار، نريد نطفي ما نقدر نطفي. طبينا على المستشفيات، صعدنا فوق للردهات، قدرنا نجيبه قدرنا، ما قدرنا عفناه يحترق. نزلنا هواي مرضى، نقلناهم ذيك المستشفى، ذيك المستشفى ينقلوهم هيك، ونريد اسعافات هنا ماكو. بالتكاتك، التكاتك طبت، انا سايق تكتك، هاي تكتك مالتي هنا، تكاتك طبت، قمنا نشيل بالتكاتك نوصلهم للشارع، من الشارع ياخذوهم المستشفى ابن الزعفرانيه ولابن الهيثم. طبينا نريد نطفي ما نقدر، بعدين اجت الاسعافات، ليش اجت الاسعافات مؤخرا؟ عندك هنا مستشفى ابن الخطيب، وعندك مركز شفاء، وعندك مستشفى ابن الزهر، يعني معقوله ذني ثلاث مستشفيات ما بيهن اسعاف؟ ما بيهن دفاع مدني؟ يجون هنا الدفاع المدني جماعتنا اخذوها بغير نظره، يحكون على الدفاع المدني هنا، يقولون الدفاع المدني متاخر. زين هو هذا جاي فزع من الزعفرانيه، انت ليش تحكي علي؟ احكي عن المستشفيات هنا ما بيهن دفاع مدني. اسعافات تجي من الزعفرانيه، اطفائيات تجي من الزعفرانيه، هاي المستشفى كل شيء ما بيهم. على العلم ثلاث مستشفيات وعليها سحب قوي، مرعب كلش. يعني احنا طلعناهم بالبدايه اللي قدرنا نطلعهم طلعناهم، والما قدرنا يعني اطب اني قلت لك باول الحدث بالمقدمه اطب اشوف المره ترفع ايدها وتحترق، اريد نطب نشيلها، انا ولد حسن هنا اريد نطب نشيلها، ما نقدر يموع وجهنا. المهم ما قدرنا اخر شيء قبل لا تطق الاكسجين، طبينا عجاي نريد نطلعهم، سمعنا صوت غاز، اشتعل غاز، قلت الولد حسن هنا صاحبي طبيناني، اشتعل غاز، طق الغاز، شمرنا وين؟ شمرنا على الباب. هذا ظهري، هذا مبين ظهري، دفعنا يعني بيننا وبين الموت شعرايه، ولا دفاع مدني هنا ولا اسعافات تنقل، وابو الجيش حتى من يجي ما يقدر يشيل. والله هي يعني اذا ترجع لها العراق ما يخلص من الموت. هسه احنا عندنا كورونا، والكورونا يعني اذا تشوف العالم كلها بدون كمامات. هاي واحد انا من الناس بدون كمامه البارحه بالمستشفى، يعني البارحه صار عندنا حريق هنا بمستشفى ابن زهر، والعالم يعني اجواء مرعبه. يعني ما مات بالكورونا وما مات بالخنق مال الحريق مال البارحه، يموتون بالاسعاف، اسعافين البارحه انقلبوا هنا بالشارع، والاسعافات بقوا اخر خمس حالات يلا جت هنا تقريبا 100 اسعاف. يعني التكاتك والسيارات المدنيه تنقل بالجرحى والمصابه وعالم الماتت. والله طبينا لهم عالم يابسه، يعني وزير الصحه ايش عجب لحد هسه باقي ما اعرف. يعني وهسه هاي لو بغير دوله لا هاي الدكاتره ووزير الصحه والمستشفى كلها للسجن. والله ماكو اسعاف وحده انا قلت لك بيها بهاي المستشفى، وبالاخير يلا شغلوها وعرك يلا شغلوها. انا هذا بيت نحكي لك، المستشفى هاي بيها اسعاف وحده هاي بن زهر وطلعوها، كلها دراجاتنا وتكاتك وسيارات المنطقه منها طلعت، ومثل ما قلت لك انا الاسعافات وصلت متاخره. وزير الصحه، وزير الصحه خليه يستقيل احسن له. حبيبي الباحة مأساة هنا، خصا هذا البكاء من هنا، يعني حارة العالم من مين تطلعها؟ يعني أغلبيتها قامت تشيت من فوق،
يعني وماك احد، لا مدير لا هاي، حتى البنغلاديش عافنا والهزم. ومن 10:30 لثلاثة بالليل انا هنا، أنا بالاخير ورا 12 اللي جت الاسعافات والكادر والطب اللي قام يجون، الحل ما قام يصيحون بالجوامع اللي جو لي جاي، وانا حتى شغله ما طلعت، حسه جيت لي جاي. ومن 3 ل 6 الصبح اللي نمت، ونحاسبهم كليتهم ولا واحد من عندهم، الكل والمسؤولين هنا كل بدون استثناء. يعني بشرف اخف الله على ايش اقول لك على هاي الدقدق، يعني كله قصتي واكبر واكبر. يعني ساعة من 10:30 ولا 12 اللي جو، خصوصا الاسعافات وشباب المنطقة والجوامع قام يصيحون بيه، والله كل الفساد بيهم، كل الفساد بيهم. انا هاي رجلي مكسورة هي 4 ملايين، هاي الرباطات، هاي المستشفى مال مدينة الطب، 4 ملايين حولوني. لا اقصد لك يعني اي هو لا شنو، هو كله فساد، هم فساد. يعني من تروح له ما يرحم بيك. اشتورة والباعة فارغة، هاي العالم هنا جا طلب بالقاع، ما حد شالهم، ما حد يمهم نهائيا. فالله على التكاتك والكيات والعالم، هاي منا شباب المنطقة، شباب جسر ديالة، شباب الزعفرانية كلها جت لي اللي جا. والله استقال احسن له، ولا تظل هاي العالم تضحك عليه. يعني هسه الدول والهاي والامم المتحدة كلها قاعد تباع عليه، استقال احسن له. والكل الوزير والمدير وكليتها، يعني مدير ورا 12 اللي جو شي قاعد هناك ويباع علينا، شباب كلهم صلخوا وصعدوا فوق، والعالم نصها شيتت من الشبابيك. اخر واحد بالثنتين بالليل طلعوا من جوا الشرباية انفحم، شلون مشي له ايدك الطبي. حقيقة البارحة انكشفت الأوراق، والمفروض البارحة وزير الصحة عليه أن يستقيل، ومع العلم أكو عالم تلقته تهوس قدامه. مع كل الأسف، كل الأسف قضايا السلامة ما كانت موجودة. حقيقة نشكر أهالي المنطقة اللي هم وقفوا في إطفاء الحريق وإخلاء الجرحى والمرضى والشهداء. أهالي المنطقة يشكرون، وكان تعاضد شباب المنطقة اللي هم أتوا بملابسهم الداخلية. حقيقة هاي أذكرها، لأن أنا البارحة كنت موجود في الحريق. وزارة الداخلية، وزارة العفو الصحة لم يكن لها أي أثر. الذي أخلى المرضى هم أهالي المنطقة، وأهالي المنطقة يشكرون على هذا الموضوع. ووزارة الصحة تقصير جدا كبير، ولم يكن بالمستوى المطلوب، ولم يكن لهم أي دور في هذا الحال. هو التقصير سبب رئيسي، المحاصصة هي سبب رئيسي بالتقصير في وزارة الصحة. وزارة الصحة من الوزارات المفروض الإنسانية، المفروض ينتبهوا لها جدا، وبعيدة عن المحاصصة وتكون قريبة من الإنسانية. فإحنا قضيتنا وزارة الصحة، عضو مجلس النواب لا يتطبب إلا في الخارج، أولادهم لا يدرسون إلا في الخارج، جناسيهم يحملون عدة جناسية غير عراقية. يعني هو بالنسبة للانفجار حسب التصوير موجود بالكاميرات، هو انفجار قنية أكسجين، مو كأنما قنية أكسجين، كأنما سيارة مفخخة، بحيث التهم كل شيء، المرضى والمرافقين والأجهزة، ما طلع أي شيء سالم نهائيا. حسب إحنا نعرف، إحنا المرضى اللي كانوا عندنا، إحنا 30 مريض، 30 سرير، وكل مريض ويا 2 مرافقين. انا صحيح ما كانت خفارتي، بس جيت انا على مود الاتصال، لان انا مسؤوله مساعدي التخدير قسم الانعاش. جيت اشوف الوضع، كان وضع يعني الناس البطانيات شايلينها، البطانيات المرضى، حاولوا نقلوهم لباقي المستشفيات بالاسعافات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. في هذه الأيام الرمضانية نعز الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي بهذه الفاجعة التي أطالت جميع العوائل العراقية بسبب هذا الوباء اللعين، وأدت إلى هجمان بيوت تقريبا. بعد المقصر إذا كان وزير الصحة، وإذا كان مدير المستشفى، وإذا كان سبب الحكومة العراقية الإهمال هذا، نسأل الله أن يبرز الحق ويبين المقصر ويأخذ عقابه قانونا إن شاء الله بالدنيا وبالآخرة، آخرة من رب العالمين. أما قضية ابنه، رجل مريض انصاب بهذا الوباء وانتقل إلى هذا المستشفى اللي هو مستشفى خاص بهذا الوباء، ونتأمل باكر أو عقب باكر يطلع يكتسب الشفاء. وقبل وفاته بنص ساعة أنا شخصيا متصل بيها هاتفيا بالمرافق ماله، قال إن شاء الله 3-4 أيام يطلع ما عنده شيء. نص ساعة اتصلوا بينا قال يا ابن انفجر المستشفى. من وصلنا للمستشفى تدري مسافة من المعامل الدسردياله وعلى هذا الازدحامات والحظر مال التجوال، متعبة القضية. لما وصلنا لهناك لقينا فاجعة، يعني ناقلينه من المستشفى الزعفراني. رجعنا المستشفى الزعفراني لقينا تقصير وإهمال أمني أكثر من ذاك المستشفى. يعني هاي العالم اللي جت مستشفى الزعفراني، أنا شخصيا أتحدثت ويا الرائد اللي مسؤول عن هذا، عمي المستشفى مالك افتقد الأمان لكثرة الناس، تلاحق نفسك نادي وزارتك الداخلية خليد تزور لك يقول لي شو سوي لهم، أنا ما عندي قوة تقدر توصلني هسه، خليه يموتون العالم. فهذا الشيء خليه التفت له رئيس الوزراء، التفت له الحكومة العراقية، خليه تشوف من المقصر هنا. أما قضية الابن اللي هو راح استشهد إن شاء الله نعتبر شهيد، وهو صاحب عائلتين، كل عائلة واحدة مكونة من 5 نفرات واحدة مكونة من 8 نفرات، لأن الزوج نسوان 2. هنا ابن واحدة من العوائل اللي عددها 8، وهنا ابن واحدة من العوائل اللي عددها 5. أما أنا فعم أخو أبوه، لأن أبوه ساكن بغير مكان، وجنابكم التقيتوا بالمكان اللي هو ساكن به، والمفروض يكون والده مكاني بس ماكو بورقان، إن شاء الله هم اعتبر والده. وراح أخليك جنابك الكريم تتفضل وياي أطلعك على أمور عوائله، لأن هو واحدة من عوائله من الماكم قاعدين هوي ايتام عمه، مو بس فقدوا المعيد، هم تدري اثنينهم اطفال، وهذا بعده توه يريد على اساس يكمل دراسه، وهذا كان يريد يمتحن خارجي على مود ملك الله يساعد ابوه، وجد طاري الكارثه بعد يا دراسه يا امتحانات، بعد وين يلحقون المساكين؟ اصبحوا كل واحد متحمل مسؤوليه عائله اكثر من طاقته. نشكر جهود القناة على هذا الخطوة اللي تتبع هاي الضحايا. هذا موضوع الضحايا بالعراق مو لأول مرة يتكرر، مو أول مرة سعدنا ضحايا بهذا البلد اللي مسكين الجريح اللي صارت لمآسي. وإحنا الصدمة الأكبر سأبنا واحد من هاي العوائل، واحد شخص، لكن هاي آلاف مؤلفة من الأشخاص العراقيين اللي يروحون بدون ما نعرف المسبب. هسا احنا خلينا نجعل هذا الموضوع موضوع صحه. هاي الصحه الها بالدوله لجان خاصه، مثلا ناخذ البرلمان، الساده الموجودين بالبرلمان اكو لجنه خاصه بالصحه بالبرلمان؟ لو البرلمان ما بيه هاي اللجنه، اذا هاي اللجنه موجوده من تاسس هذا النظام اللي هو النظام برلماني لليوم، هاي الناس المسؤوله وين متابعتها؟ وين متابعتها للصحه بصوره عامه بالعراق، سواء ببغداد او بالمحافظات او بكل الارض العراقيه؟ هذا نحمل هاي اللجنه ونطالب هاي اللجنه بان توضح لنا شنو تقصيرها، هل بها مقصر؟ لو ناس دا يشتغلون وياخذون اموال الشعب العراقي، رواتبهم ترى من الشعب العراقي،
ما حد منطيهم غير الشعب العراقي. ماكو دولة تعطي راتب للبرلماني. هذا النظام اللي نعرفه. إذا أنت تأخذ من الشعب العراقي راتب وأموال مميزات، وين إنتاجك؟ وين شغلك؟ هذا البرلمان. الحكومة بها وزارة، وزارة الصحة. زين وزارة الصحة من المقصر بها؟ هل الوزير اليوم جاء الوزير صار له سنة وتهدمت المستشفيات؟ لو أكو وزراء قبلهم يعني مقصرين. زين رؤساء الوزراء، نجي ناخذ السادة رؤساء وزراء العراق من 2003 إلى اليوم. هؤلاء الوزراء السادة الوزراء يقدرون يطلعون مجموعين بجمعتهم قريتهم، يعني يطلعون من اياد دكتور اياد علاوي الى اخر رئيس وزراء، يطلعون بجلسه علنيه للشعب وينحنون للشعب العراقي بتقصيراتهم ويعتذرون للشعب العراقي بتقصيراتهم. واذا يحسبون حساب الارض العراقيه، خليني اوصلها بامانه توصلها، اذا يحسبون حساب الارض العراقيه انه تروح وهم الحامينه فهم غلطانين. ارض العراق ارض الحسين، الشعب العراقي ما ينطيها لأكبر مؤامرات بالشعب العراقي، مؤامرات بالعالم. هو احنا نطالب رؤساء الوزراء، كل رئيس وزراء يجي الدكتور اياد علاوي يقول لنا وزير الصحة في وزارتي فلان خلي يشوف شغله موجود، وين شغله وانجازه. يجي الدكتور جعفري مع احترامنا له، وين وزير الصحة مالتك؟ وهكذا الدكتور سيد نور المالكي، الدكتور العبادي، وهكذا. هؤلاء رؤساء الوزراء يطلعون يقول يا احنا اي شكل هسه. هذا موضوع جزء بسيط من من ما يحدث كوارث بالعراق. ما نريد نتطرق الى التعليم اللي وين وصار بهاي الفاجعه. يعني ابسط حادثه حادثتنا احنا هسه، احنا ولدنا ابننا عزيز علينا والحمد لله وشكر. لكن لو تشوف اكو عوائل، هذا اللي جاي يزور مريضه، وهاي اللي ام اللي جايه على بنها، والبنت جايه على امها، طفت بالمستشفى حريق. الله اكبر. يعني لو نريد نصيح استغاثة، يمكن الأمريكان يوصلونا أو أي مغيث يجي يوصل، وماكو من العراقيين إغاثة. ليش؟ شنو السبب؟ صلى على محمد وآل محمد. أنا أخو الشهيد الراعي محروم ومظلوم وبكل شيء ما حصل بهاي الحريجة هاي مال المستشفى، وهاي عافلة 14 أيتام واثنين نساء، 14 أيتام ونسوان اثنين بهاي المستشفى. التقصير من الدولة، الله لا يرضى على كل واحد سواها، الله ينتقم عليه وعلى المستشفى وعلى وزير الصحة وعلى كلهم وعلى كل واحد عافلة هاي 14 يتيم، ولا عنده بيت ولا عنده قاع ولا عنده كل شيء، وحق الحسين ابو عبد الله. والله لا يرضى عليهم، الله ينتقم على الدوله والله ينتقم على كل واحد سعى بهاي الشغله وحرقني بشويه اخوي هذا العزيز علي. انا عندي ايتام وانا برقبته معوق، وهذول هسه عافنا 14 طفل ونسوان اثنين، ولا قاع ولا بيت وكل شيء ماكو.